النهاردة هنجرب حاجة بسيطة كده، ازاي اظهر مكتبة باستخدام الماركرز. زي ما احنا شايفين في الصورة، هي المكتبة كلها الوول يونت لونها اسود وفيها وحدات باللون الابيض، فانا جبت different shades of gray مع اسود، وهبدأ اظهر المكتبة بناء على اللي انا شايفاه من الضوء والظل. لو لاحظنا ان المكتبة من الناحية اليمين فيها اضاءة، فده يعني ان احنا هنتحرك بالماركرز ناحية الرماديات. انا شلت الماسكينج تيب، وبعد كده جوه الوحدات البيضة دي اكيد رامية ضلال جوه، وده اللي هيحسسني بان هي ليها عمق من جوه زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي احنا بنرسمها. وبدأت اخد تاتشات بس من الابيض، عشان ارضية الورقة اساسا كانت اوف وايت، فلما بحط ابيض بيديني احساس ان دي بارزة، ولما برمي ضلال جواها بيديني احساس انها ليها عمق جوه.